من جهته قال الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك اليوم إن نظام طهران يمد الحوثيين بأسلحة تمكنهم من استهداف طائرة التحالف. وأضاف هوك القول إن التحالف قدم الدعم لليمن بينما تستمر إيران في تسليح ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن نظام طهران كثف وعمق الأزمة الإنسانية في اليمن وأن دعمه للحوثيين انتهاك صارخ للأمن في المنطقة. وأردف بالقول إن أسلحة إيران المنتشرة في الشرق الأوسط تمثل تهديدا للقوات الأمريكية، وإن هذا النظام سيستخدم الأسلحة لتصدير الثورة ويعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأكد هوك أن إيران تمد الحوثيين بصواريخ لاستهداف المملكة، مشددا على أن العقوبات ضدها ستستمر حتى تغير سلوكها، لافتا إلى أن الوقت قد حان لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني. ونظل في الشأن اليمني.